رجل الأسد روتيني شوية، يعني تحس ان هو ماشي بالورقة والقلم، بيحسبها ماديا وعمليا، لازم تبقى كل الحسبة كاملة، دايرة كاملة من الحسبة ماديا وعمليا ونفسيا، وممكن لو في شغل لا شغله أهم، لو الماديات هتبقى كتير لا، لأن هو بيحسبها. أوكي، لكن بيحب السفر، هو ما فيش حد ما بيحبش السفر، بس مين مطرقع ممكن لو آخر فلوس في جيبه يطلع؟ زي الحمل وال لا لا زي الحمل والسرطان كده، مجانين حتى لو اخر فلوس معاهم هيطلعوا، مش اشكال بعد كده ايه اللي هيحصل. اوكي، وفي ناس بتحب ما تجيش على حاجه تانية زي الطور والجوزاء، البنود الاساسيه، يعني بيحبوا الاهم في المهم. اوكي، لكن السرطان هتلاقيه مترقع وبيطلع ما بيحسبهاش. الاسد لا، بيحسبها ولازم يبقى فيه فائض، لان هو بياخد دايما جزء تلت من فلوسه بيركنها ينسيها تماما، بيحب يحوش، بيحب يبقى فيه حاجه سبير. اوكي، وما يجيش وما ياخدش منها ولا اي حاجه من الحاجات دي.